وللمزيد من النقاش والتحليل حول تزايد نفوذ الميليشيات في العراق وفشل الحكومة الحالية في الحد منها في ظل التحدي الواضح من الميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بكم دكتور. وكالة رويترز تقول إن كورونا والعقوبات الأمريكية يؤثران بشدة على دعم إيران لميليشياتها في العراق، هل برأيكم ستتخلى إيران عن كنزها الاستراتيجي في العراق والمتمثل في الميليشيات؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة الأزمة الخانقة التي تمر بها إيران وأيضا يمر بها العراق حاليا امتدت إلى أكثر من مجال، منها منابع التمويل بالنسبة للميليشيات، بالنسبة أيضا حتى لبنان إذا ذهبنا بعيدا شوية عن العراق، لأن هناك تواصل بين لبنان والميليشيات وحزب الله في لبنان، وأيضا إيران باعتبار أنه، وأيضا الحوثيين في اليمن. المشكلة الكبيرة الآن الحقيقة هي في القرار السياسي في العراق، لأنه تجفيف المنابع هذه سهل بالنسبة لنا احنا نشوف كعراقيين، هي السيطرة المطلقة على المنافذ الحدودية، السيطرة على تهريب النفط لأن هناك حقول بأكملها، هناك أيضا مثل ما نقول احنا أنابيب كاملة تهرب منها النفط، وأيضا هناك تهريب من إيران إلى العراق ويباع على أساس هو نفط عراقي، هذا أيضا شوية تتوقف الآن مع انخفاض أسعار البترول. لكن الحقيقة الأهم، أهم من هذا كله، هو أنه الهدف الأساسي إنهاء الميليشيات في العراق يجب أن يكون ضمن إجراءات قانونية ودستورية، لأنه هناك الحقيقة تمادي وهناك نقدر نقول استهتار عبثي بقضية السيادة الوطنية اللي السيد رئيس الوزراء أخذ على عاتقه استعادة الهيبة والسيادة، هيبة الدولة. فهذه القضية الحقيقة أصبحت الآن حاسمة، نعم. لا تراجع عنها إلا إذا كان هناك يعني مساومة، وهذا الحقيقة معناتها هناك تعارض مع إرادة الشعب العراقي، فالسيد رئيس الوزراء عليه أن يعتمد على الشعب العراقي في حل هذه المعضلة. نعم. طيب دكتور، ننتقل إلى دراسة أو إلى ما قاله معهد دراسات الحرب الأمريكي من أن الميليشيات تسيطر على أغلب المنافذ الحدودية وتقوم بعمليات تهريب وسرقة، هل هي محاولة لضخ الدعم المالي للأنشطة؟ وماذا عن رواتب تلك الميليشيات التي تتقاضاها من الدولة؟ لا، هي شوفوا هم يعني يشتغلون على أكثر من صعيد وأكثر من مجال. أنا المعلومة اليوم وصلتني في إحدى المحافظات العراقية، إحدى الميليشيات ذهبت إلى مركز الرعاية الاجتماعية وفرضت على هذا المركز بعد أن قدمت 18,000 اسم، يعني هذول لا يستحقون أكيد، لكنه حتى تغطي تكاليف هذه الميليشيا في مسعاها الأخير لتغطية العجز اللي موجود بعد أن انخفضت أسعار النفط، وطبعا أيضا المنافذ تواجه بعض الصعوبات ما نقول كلها، لكن الحقيقة الصدام اللي موجود وما حدث في تقريركم تفضل مشكور بالاستعراض اللي حدث في المنطقة الخضراء، هذه بها خطورة كبيرة لا تقتصر فقط على التمويل وعلى تمشية أمور هذه الميليشيات، وإنما على المساس مباشرة بالسيادة الوطنية. وأنا إذا تسمح لي أقول هناك أهداف ثلاثة أو أربعة من وراء هذا الاستعراض الغبي حشاكم اللي حدث بتهور صبياني لما حاولوا يدخلون المنطقة الخضراء ببعض السيارات والأسلحة، هذا معناها محاولة فاشلة لإثبات الوجود أولا بدفع من إيران، اثنين الحقيقة تمديد، محاولة تمديد الأزمة في الداخل، ثلاثة محاولة نقل الصراع الأمريكي الإيراني بدل ما يكون في مضيق هرمز وفي مياه الخليج وتستمر حالة الاختناق الاقتصادي بالنسبة لإيران، تحاول إيران إلى نقل ساحة المعركة على الأرض العراقية لتمتعها ببعض الميزات، اللي أنه هناك ميليشيات وهناك أرض وهناك محاولة لأن تكون هناك حرب برية وليست بحرية، هذا هو واحد من الأهداف. كل ما تفضلت به دكتور حامد ينقلنا إلى سؤال حول موقف الحكومة من هذا، هل تعتقد أن تلك المظاهر تقرب موعد الصدام بين الحكومة وبين تلك الميليشيات؟
أنا في الحقيقة أقول رأيي وأقول أيضا نصيحة، هذه أنا قلتها على قناتكم الكريمة في يعني حلقات سابقة وفي نقاشات سابقة. السيد رئيس الوزراء بعد ما مرر عبر مجلس النواب بإرادتهم هم، بإرادة هذه الفصائل المسلحة والأحزاب وتعرف التحالفات اللي تابعة إلى إيران، هذه الحقيقة فرصة له وفرصة للشعب العراقي المنتفض والشباب الثائر أن ينزل إلى الشارع ويتحالف، يرمي كل ثقله إلى الالتفاف حوله من قبل الشعب العراقي المصمم على إنهاء دور الميليشيات. نعم. وإلى سلوك الحياة المدنية. إذا نجح في هذه أنا أقول لك أن هذه الخطوة المهمة الأولى. النقطة الثانية المهمة أن يقاضيهم قضائيا، لأنه أهانوه بالشارع، هناك تسجيلات وتهديدات بالقتل، أيضا أهانوا السيد رئيس الجمهورية سابقا، هذه قضية مخالفة للدستور. زائد أن هناك مخالفة أخرى مهمة جدا، هي المادة 9 جيم من الدستور اللي يمنع منع بات أن يكون أي عسكري يمارس السياسة أو يرشح إلى مجلس النواب. نعم. في حين نجد الآن هيمنتهم على مجلس النواب والحكومة واضحة جدا للعيان، لذلك. نعم. هذا مخالفة دستورية واضحة يجب أن يمنعها. إذن هناك العديد من الأدوات والآليات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة وتقوم يعني كبح جماح هذه الميليشيات. كان هناك توقيع على قرار دمج الميليشيات وقعه حيدر العبادي قبل عام، هذا القرار الذي وقع لكن ما تزال الانتهاكات مستمرة، ما يزال السلاح منفلت، والعالم يبدو أن هناك كما تفضلتم تحدي أمام حكومة الكاظمي لكبح جماح هذه الميليشيات. ما قيمة الحديث عن هذا الموضوع الآن في ضوء ما يجري؟ لا، هو طبعا تصحيح بسيط إذا تسمح لي، هو السيد عادل عبد المهدي وقع العام الماضي. نعم. أعتقد في 19. نعم. نيسان كان توقيع الأمر الديواني بدمج الميليشي الحشد الشعبي تحويله الى المؤسسات العسكريه الاخرى او اعاده هيكلته. لكنه لا ننسى نقطه مهمه جدا، هناك 4 ألوية في الحشد الشعبي ايضا اندمجت في هذا المجال الان في هذا التاريخ اللي ذكرته اني، اللي هي تابعه للمرجعيه للسيد السيستاني، اللي هي اللواء الثاني والدعش و26 و44. هاي الالويه الاربعه الان طلعت من الحشد الشعبي، اندمجت مع الدفاع. هذه نقطة مهمة، يعني معناها الحشد الشعبي قابل للتفكك، التفكك الإداري والتفكك بهيكلته ودمجه أو الحل نهائيا. هذه نقطة مهمة الحقيقة. زائد أكو نقطة أخرى جوهرية الآن في الحقيقة، أنه عادل عبد المهدي ما كان جاد في عادة هيكلة. وصلت الفكرة. دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.